السلام عليكم شباب. كده دي المحاضره بتاعه الدول سايكل. احنا خلصنا المحاضره السابقه واللي قبليها الاوتو سايكل والديزل سايكل، وعرفنا الفرق بين الاوتو سايكل والديزل سايكل. الدول سايكل هي على نفس الانجن معايا ولا ايه؟ نفس الانجن هو بس عمليه الهيت اديشن بتاعتك مختلفه. يعني احنا في الاوتو سايكل كانت الهيت اديشن عن طريق بوجيهات، والبوجيهات ديت عملت ايه؟ خلت الحريق بتاعي ما ياخدش وقت خالص، فاعتبرناها ان هي حاجه سهله. الديزل سايكل لا، اعتمدنا على فنومينا ثانيه اللي هي السيلف اجنيشن، فبياخد وقت، فالعمليه عملنا لها سيميوليشن اللي هي بريشر سايكل. الدبل سايكل ده عباره عن ايه؟ الدبل سايكل ده انا بحقن فيه هو نفسه زي الديزل على فكره سلو، بس بيحقن معايا كمان فيول. الفيول دوت بيتحرق بسرعه زي البنزين. طب ليه انا بعمل كده؟ هو بيصهر الفيول ده، مش برميه ولا بفصله. يعني بيبقى الدبل سايكل ده بيبقى ليميتد، يعني بيبقى موجود في ابلكيشن ليميتد. زي في كده في اتوبيسات ساعات في كندا بيشتغل بيها، تمام، بيبقى على الميكس فيول ده. وفي مراكب معينه، الناس بقى بتوع بحريه يقولوا لك في مراكب بتوع ال ان جي، الكارير بتاعت ال ان جي بيبقى فيها الدبل سايكل. اشمعنى؟ لان المركب بتاعت ال ان جي هي ماشيه بالسولار عادي، بس المشكله ان ال ان جي ده يعني ايه ال ان جي؟ اللي هو الليكوفاكشن ناتشرال جاز. الليكوفاكشن ناتشرال جاز يعني غاز طبيعي مسال. الغاز الطبيعي المسال ده محطوط في تنكات، والتنكات دي معزوله، بس بعمل كمان بنبخر جزء من التنكات، ماشي الكلام؟ بنبخر جزء من التركات، الجزء بتاع البخار اللي هو بتاع الغاز الطبيعي البخار ده ارميه. معرفش غالي يعني، حرام ده انا مدافع فلوس كتير جدا، فاعمل ايه؟ طب عايز اعمل له ريكفري. يعني ايه اعمل له ريكفري؟ يعني اخده تاني واحرقه بقى، مش هقدر اخده واسيله من تاني، لا ما اقدرش، لان عايز ده اساله كامله على المركب، ده صعب. فبعمل ايه؟ فباخد الغاز الطبيعي اللي طالع ده، ماشي الكلام، اللي هو في صوره غاز، وادخله على المركب. بس الغاز الطبيعي السلف اجنيشن بتاعه واطي جدا، درجه حرارته واطيه، فبيبتدي يحصل الحريق بتاعه، السلف اجنيشن بتاعه ايه؟ في لو تايم بسرعه. فبيحصل بقى عمليه الدبل سايكل ازاي؟ تعالى بص على الدبل سايكل. الدبل سايكل عمل عمليه الكمبريشن بتاع الديزل، هي اهي 1 2، يبتدي الانجكتور بتاع الغاز الطبيعي يخش، يبتدي يعمل عمليه الهيت اديشن بتاعته فوليوم كوست، ما ياخدش وقت في ايه؟ في الحل. السولار بقى بعد كده يخش ياخد الوقت بتاعه، السلف اجنيشن بتاعه ده من 3 ل 4. فعشان كده تلاقي من 2 ل 3، اللي هي الكيو اند من 2 ل 3 في الاكتشوال كيس، بتبقى 5 ل 10% من الهيت اديشن بتاعت البريشر كوست في الاكتشوال كيس. سيبك من المسائل ممكن يقول لك دي قد دي 3 ارباع، دي نص، دي ماشي، ده مسائل كثير مغيرات. انما كاكتواليتي لما تبص على الكتالوج بتاعت اي مكنه فيها دبل سايكل، تلاقي الكيو ال بتاعتك اللي بتدي 3 ديت اكشولي بتبقى من 5 ل 10% من الكيو ال الاساسيه اللي هي من 3 ل 4، اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت الصفر. بعد كده يعمل الاكسبريشن بتاعه عادي من 3 ل 4 ل 5، بعد كده من 5 ل 1 اللي هي هيت ريجكشن، اللي هي نتيجه العمليتين بتوع الانتيك وبتوع الايه؟ وبتوع الاكسوست. فيبقى هنا الكيو ال اتقسمت على مرحلتين، فبقت في كيو ال 1، في كيو ادد 1، وفي كيو ادد ايه؟ كيو ادد 2. كيو ادد 1 دي عند فوليوم كونسنت، والكيو ادد 2 دي عند بريشر ايه؟ عند بريشر كونسنت. يبقى ادي برضه نفس الاسامبشنز اللي احنا اتكلمنا عنها، ماشي الكلام؟ جميل. وادي كده الدول سايكل، وادي كده اللي هو اللي بيتكلم عنها هو السادر رايز في البريشر، السادر رايز في البريشر اللي هي الفوليوم كونسنت، وادي الدائره بتاعتك على البي في دايجرام، وادي الدائرة على التي اس ايه؟ التي اس دايجرام. ادي الكومبريشن بتاعك اللي هو بيدي سكوير جاما، بعد كده الفوليوم كونسنت هيت اديشن، بعد كده البريشر كونسنت هيت اديشن برضك، وبعد كده عمليه اكسبانشن والكيو ريجكت ايه؟ ماشي تمام. على التي اس دايجرام بقى، يبقى من 1 ل 2 ده اللي هي الايزوتروبيك اللي هي الكومبريشن، بعد كده ادي هيت اديشن من 2 ل 3، وهيت اديشن تاني من 3 لايه؟ من 3 ل 4، ماشي الكلام؟ بعد كده الاكسبريشن بتاعك من 4 ل 5، بعد كده من 5 ل 1، ماشي.
اسمها تيدي من واحد في التيم بتيجي تديله الصوره كده يبقى فرصه وبتيجي تلعب في واحد بتسويه واحد على بي 2 وتسويه مره واحد بتسويه تلعب بواحد وتسويه مره واحد مجانا هتشيل البي 1 على بي 2 وتحط مكانه الار بي اللي هي نفس الار بي اللي هي بي اس بس بي سي على بي سي تمسك بقى العمليه اللي هي من 2 ل 3 2 ل 3 من 2 ل 3 هنا بقى الحجم ايه؟ الحجم ثابت كده بي 2 بي 2 على تي 2 يساوي بي 3 بي 3 على تي على تي 3 والبريشر هو اللي يروح وهنا مش البريشر طلع يروح هنا الفوليوم هو اللي هيروح عليه مع الفوليوم صح كده؟ ماشي تمسك العمليه اللي هي من 3 الى 4 من 3 الى 4 يبقى دي البريشر ثابت يبقى بي 3 في 3 على تي 3 بتساوي بي 4 في 4 على تي 4 وبالتالي البريشر اللي يروح مع البريشر فبيظهر لك هنا البيتا اللي هي الكاتو فريشن كاتو فريشن كانت في الدي 6 كانت 2 3 على 2 انما هنا في الدوله هتبقى 4 على كام؟ 4 على 3 عشان عند البروف عند الكوره صارت ايه؟ عند الكوره صارت بريشر ماشي الكلام؟ يبقى دي كده 4 على كام؟ 4 على 3 تعمل عمليه اكسبانشن بتاعتك اللي هي من 4 على 5 يبقى دي كده من نقطه 4 لنقطه 5 يبقى دي بي في اس بار جاما ايكوال كوره صارت يبقى كده دي تي 5 على تي 4 يبقى دي كده هتساوي في 4 على في 5 وهنا بي 5 على بي بي 4 ماشي الكلام؟ في 4 على في 5 اللي هي مين؟ في 4 على في 5 اللي هي في 4 على في 5 خدناها بره في 4 على في 5 يبقى دي هتساوي في 4 على في 1 يعني في 5 هو في 1 ولا لا؟ في 5 هو في 1 يبقى في 4 على في 1 في 4 على في 1 بقى هتساوي ايه؟ بقى هتساوي في 4 على في 3 في 3 على في 2 في 2 على في 1 صح؟ يعني في 4 على في 1 ضربت في 3 وصلت على في 3 وضربت في 2 وصلت على في 3 في مشكله؟ يعني في 4 على في 5 في 4 على في 1 يعني في 4 على في 3 ضرب في 3 على في 2 ضرب في 2 على في 1 صح؟ هي دي 4 ل 1 عايز رقم 4 ل 1 هدخل 2 و3 في النص يبقى ضربت في 3 وقسمت على في 3 ضربت في 2 وقسمت على في 2 بس في 4 ل 3 اللي هي مين بقى؟ في 4 ل 3 اللي هي مين؟ اللي هي بيتا او الار سي سميها بيتا او ار سي في 3 على في 2 لو بصيت على نفس في 3 بتساوي ايه؟ هي هي رحت في 2 على في 1 اللي هي مين؟ اللي هي واحد على ار او ار في على ار في يبقى كده تطلع لك بيتا على ار صح كده ولا غلطان؟ تمام يبقى كده اللي فيها 4 على 2 5 بيتا على ار ايه؟ بيتا على ار يبقى دي في 5 على تي 5 على تي 4 ودي 5 على 4 ماشي كده؟ اللي هي ايه العلاقه بتاعت الديزل بس ده كانت ما بين 3 و4 هنا بقت ما بين 4 وايه؟ 4 و5 لو اشتغلت اخر علاقه خالص اللي هي من 5 ل 1 اللي هي في كونستنت يبقى كده بي 5 بي 5 على تي 5 بتساوي بي 1 في 1 على تي 1 وفي هتقع مع في يبقى دي كده رقم 5 دي تطبق بقى الفيرست رو بتاعتك على نفس تطبق الفيرست رو من 1 ل 2 من 2 ل 3 من 3 ل 4 من 4 ل ايه؟ من 4 ل 5 ل 5 ل 1 ماشي كده؟ لو طبقت من 1 ل 2 يبقى كيو فيها بزيرو يبقى الورك بتاع الكومبريشن يبقى ام سي في تي 2 ناقص تي اتش 1 لو طبقت من 2 ل 3 يبقى دي الحجم ثابت من 2 يبقى دي من 1 ل 2 لو طبقت من 2 الى 3 يبقى دي الحجم ايه؟ يبقى الكيو بيساوي الورك زي دلتا مين؟ دلتا مين الورك بيساوي زيرو يبقى الكيو هيساوي دلتا مين يبقى دي كيو عدد ايه؟ كيو عدد 1 يبقى دي ام سي في في تي 3 ناقص تي ايه؟ ناقص تي 2 صح في مشاكل لو طبقت بقى من 3 الى 4 من 3 الى 4 يبقى كيو بيساوي ورك زي دلتا من 3 ل 4 لو بصيت على اساس الضغط هي اللي فيها ايه؟ ست صح يعني ما اقدرش اشيل الورك يبقى الورك هيساوي بي في في ناقص بي اللي هي ام ار تي ناقص تي يبقى ام ار تي كام ناقص تي كام؟ تي 4 ناقص تي كام؟ ناقص تي 3 ودلتا نيو يبقى ام سي دي في تي 4 ناقص تي كام؟ ناقص تي 3 صح؟ حلو خد دورتك ام عامل مشترك تي 4 ناقص تي 3 عامل مشترك فيطلع لك سي دي زي الفار اللي هي سي ايه؟
السي بي يبقى سي بي في تي 4 مع سي تي 3 يبقى دي كيو ادد ايه؟ كيو ادد 2 كيو ادد انا عندي في كيو ادد 1 وعندي كيو ادد 2 كيو ادد عندي على مرحلتين كيو ادد توتال مجموعه الاثنين ايه؟ ماشي كده تمام ماشي كده هيساوي بقى الام في ال بص بقى الام في ال ان في هنا كده كيو ادد توتال كيو ادد توتال ده هيساوي كيو ادد 1 بلس كيو ادد 2 هو ده انا هيساوي انبوت فيول او ام فيول في الكالوريفيك ايه؟ في الكالوريفيك فاليو صح كده الموضوع ماشي جميل اشتغل العمليه اللي هي من 4 ل كام؟ من 4 الى 5 يبقى من 4 ل 5 ده الاكسبانشن ده الاكسبانشن ده ايزوتروبيك يعني كيو فيها بزيرو يبقى الورك بيساوي سالب دلتا بي يبقى سالب ام سي بي في تي 5 ناقص تي ايه؟ ناقص تي 4 برضك هقلبهم وطير السالب يبقى هنا كده يبقى تي 4 ناقص تي 5 لان تي 4 اكبر من تي ايه؟ من تي 5 اخر عمليه خالص اللي هي من 5 ل 1 اللي هي بتاعت الكيوجيكتيف كيو بيساوي واحد زائد دلتا يو وهنا الورك بزيرو لان دي حجم ايه؟ حجم سالب يبقى كيو بيساوي دلتا ايه؟ دلتا يو يبقى بيساوي ام سي بي في تي 1 ناقص تي 5 هقلب تي 1 ناقص تي 5 هخليها تي 5 ناقص تي 1 وابدا اشاره النيجاتيف في كلمه ايه؟ في كلمه ريجكت على كلمه ايه؟ كلمه اوت. يبقى انت كده عملت برضك نفس الاناليسيز اللي عملتها في الاوتو سايكل واللي عملتها في الديزل سايكل عملتها برضك على الدول ايه؟ على الدول سايكل. ووريتك ان كانت الاناليسيز اللي موجوده كانت الديزل وكان الاختلاف ما بين الديزل والدول في ايه؟ عشان لما تيجي تزيد معايا ولا ايه؟ عشان كده الديزل سنتر سايكل سلس وسهل في ايه؟ في المذاكره. ماشي تمام؟ ماشي يبقى ادي كده ده الكيو اديت مع السلايد نرجع بقى للسلايد ادي ده الكيو اديت الكيو ان ادي التوتال يبقى في كيو اديت 1 كيو اديت 2 وادي كيو اوت اللي هي كيو ريجيك وادي قانون الافشنسي 1 ناقص كيو اوت على كيو اديت يبقى ادي العلاقه بتاعتها وتقدر تثبت نفس الطريقه ودي عليك انت بقى تثبتها تقدر تثبت بنفس الطريقه تطلع الريليشن ما بين البيتا اللي هي الار سي والار في والجاما اللي هي الايه؟ الكي، الكي هي هي الجاما. الكي هي هي الجاما، ماشي تمام؟ ماشي تمام. سوري الكي هنا خلي بالك الكي هنا عملها رش اللي هي بي 3 على 2 خلي بالك الكي هنا عملها رش بي 3 على 2 الجاما بقى هي الجاما اللي هي 1 4 10 اللي هي الحاجات دي كده يبقى احنا خلصنا الدبوسات.